يستمر معبر رفح في استقبال المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين من جميع الدول بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. وفي السياق ذاته تستقبل مستشفيات العريش عددا من الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج في مستشفيات العريش وشيخ زويد وبئر العبد. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب مباشرة من العريش. محمد، لك أن تضعنا في الصورة، لديك تفاصيل المساعدات الإنسانية التي تتدفق على مطار العريش. نعم زملائي، وأرحب بكم مجددا من محافظة شمال سيناء وبالتحديد في مدينة العريش. وبالفعل ما زالت المساعدات تتدفق إلى معبر رفح البري. يمكن أمس كانت هناك مساعدات وصلت إلى مطار العريش الدولي. هذه المساعدات تتمثل في ثلاثة طائرات، طائرتان من المملكة الأردنية الهاشمية تحمل على متنها الكثير من المساعدات الطبية والأدوية بحمولة تقدر ب13 طن، وأيضا طائرة مساعدات قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل على متنها 39 طنا من المساعدات الغذائية وأدوية وخيام ووقود. هذا فيما يخص ما استقبله مطار العريش. فيما يخص معبر رفح البري فقد عبر من خلاله 66 شاحنة مساعدات وست شاحنات أيضا تجارية وست شاحنات، أربعة منهم خاصة بالوقود وشاحنتان خاصة بالغاز الطبيعي. فيما يخص أيضا حركة عبور الجرحى الفلسطينيين فقد استقبل معبر رفح حوالي 18 حالة مرضية من الفلسطينيين، يرافقهم 31 شخصا او 31 شخصا من ذويهم، ثم توجهوا بعد ذلك الى مستشفيات العريش والشيخ زويد لتلقي العلاج. هذه فيما يخص المساعدات التي وصلت الى معبر رفح سواء كان محمد. طب هل ما يعبر معبر رفح يدخل بالفعل الى الجانب الفلسطيني ام ان هناك تعنت من الجانب الاسرائيلي يعيد بعض الشاحنات؟ نعم، فيما لاحظناه وما رصدناه من خلال تواجدنا من أمام المعبر فإن الشاحنات التي تعبر من معبر رفح تنطلق بعد ذلك إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة. هناك فيما لاحظناه هناك العديد من الشاحنات، عندما تعبر هناك بعض الشاحنات تقوم بالرجوع مرة أخرى إلى المعبر، وذلك لرفض الاحتلال الإسرائيلي عبور هذه الشاحنات إلى قطاع غزة. لا نعلم بالتحديد ما هي أسباب الرفض، ولكن بالتأكيد هناك تعنت كبير وهناك إجراءات تفتيشية وإجراءات أمنية يحتجز من خلالها هذه الشاحنات. فيما نسميه هناك رحلة دخول المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة تمر بأربع مراحل تفتيشية، مرحلة تفتيش بالنظر ومرحلة تفتيش بالكلاب البوليسية ومرحلة تفتيش عن طريق أجهزة الإكس راي، ثم بعد ذلك مرحلة تفتيش تقوم هذه الشاحنات بإفراغ كل حمولاتها على الأرض، وبعد ذلك يمكن لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تعيد كل هذه الحمولة مرة أخرى وتعود الشاحنة مرة أخرى إلى معبر رفح. هذه من بعض الإجراءات التفتيشية وبعض العراقيل والمشكلات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام دخول الشاحنات إلى الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. أشكرك شكرا جزيلا محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش.